الثامنة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز تقرر مساء اليوم الأربعاء تعليق الإضراب واستئناف العمل بكافة المخابز، وذلك بعد إمضاء اتفاق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وفق ما أكده أمين مال الغرفة الصادق حبوبية. وأضاف المصدر ذاته بأن الاتفاق يقضي بصرف متخلدات شهرين بداية من يوم الغد الخميس إلى جانب صرف شهرين آخرين في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه بهذا الاتفاق يبقى بذمة الوزارة مستحقات 10 أشهر سنة 22 و2000. أشرفت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب صباح الأربعاء اليوم 19 من أكتوبر الجاري على تدشين الصالون الدولي للانتقال الطاقية بمقر الاتحاد الدولي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور نائب رئيس الاتحاد هشام اللومية ورئيس الغرفة النقابية الوطنية علي الكنزاري ومدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بالأحسن شبوب ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح الحنشي إلى جانب ثلة من الخبراء في مجال الطاقة المتجددة. وفي إطار متابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك التونسية النرويجية في مجال التشغيل والتكوين المهني، اجتمع نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم الأربعاء 19 من أكتوبر الجاري بكاتب الدولة لوزارة الشؤون الخارجية النرويجية والوفد المرافق له من الوزارة وسفارة النرويج بتونس الموجودة بالجزائر، وبحضور مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني وسناء درمول المدير العام المركز الوطني للتكوين المكون وهندسة التكوين. وتم خلال هذا اللقاء استعراض برامج التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التشغيل والتكوين المهني وهندسة التكوين والمبادرة الخاصة، ومنها بالخصوص متابعة تنفيذ مشروع المبادرة من أجل التنمية والذي تنجزه الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة بالتعاون مع مملكة النرويج وبرنامج الأمم المتحدة. المفوضية الأوروبية للتجارة تدعو من خلال رسالة وجهتها إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى تعليق القيود التي فرضتها تونس منذ 17 من أكتوبر الجارية على واردات تهم 130 منتجا من خلال اعتماد نظام رقابة قبلية يشترط جملة من الوثائق أبرزها شهادات المنشأ والسلامة ورخص التوريد من المصنع الأم دون المرور بالموزعين. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء. على الحياة.